الفقرة دي زي ما أنا نوهت، إحنا معانا ضيف بجد من تراث فريد جدا في لعبة تحديدا رفع الأثقال البارالمبي، حقق نجاحات كبيرة جدا في الميداليات في بطولات العالم. إحنا بنتكلم على بطولات العالم، آخرها كان ذهبية كأس العالم من كام يوم. خلينا نرحب بيه، ومش بس نرحب بيه ونسمع كمان كواليس الرحلة اللي أكيد فيها تحديات كانت كبيرة جدا، ونعرف إزاي هتخطاها ونعرف وصل لإيه والحلم اللي جاي كمان هيكون إيه. خلينا نرحب بضيفنا كابتن محمود صبري، لاعب منتخب مصر وبطل العالم في رفع الأثقال البارالمبي. يعني صباح الهنا والله بجد. صباح الفل لحضرتك. يعني هقول لك على حاجة، الواحد بيسعد جدا لما بيقابل يعني أبطال مصر، أنت بطل مصر فعلا وفي رياضات مختلفة، وتحديدا لو هتكلم عن أبطالنا البارالمبيين، لأن التحديات اللي بتواجهوها يمكن أضعاف أضعاف التحديات اللي أي حد تاني ممكن يكون بيواجهها، أو حتى على مستوى الأولمبياد العادي. فقبل أي حاجة، لأن أنا معايا بقى يعني سجل البطولات جايبينه لي طبعا زملائنا في الإعداد من 2017 حتى 2023، عندك ميدالية برونزية في بطولة فزاع الدولية، ميدالية برونزية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، عندك ميدالية ذهبية في بطولة أفريقيا المفتوحة وغيره وغيره وغيره، يعني تاريخ كبير. بس قبل الخوض في كل ده، أنا عايزة الناس تعرف مين بطلنا، ابتديت ازاي محمود، ووصلت للي انت فيه ده برضو بدعم من مين، وايه التحديات تحديدا اللي واجهتك واللي قدرت ازاي كمان تتغلب عليها. ما شاء الله، كل ده في سؤال واحد. بص يعني احنا قاعدين، انا ممكن الغي الفقره الاخيره. لا لا، حضرتك انا بدات زي اي شاب عادي في اللعب، في بدات رياضه في الجيم، كنت لسه كنت لسه ما اعرفش اي حاجه عن رفع الاثقال. فقريت خبر كان تقريبا الكام دوت، كان اولمبياد سيدني سنه 2000، كنت انا لسه صغنون شويه. فقريت بقى، كان عندك كام سنه تحديدا؟ تقريبا 19 سنه. فشفت ال 19 20 في الرينج ده، فلقيت بقى ما شاء الله جايين ميداليات كتيره جدا، وكان اكبر بقى ليها في ال في الدوره الاولمبيه سيدني كانت رفع الاثقال. فقريت بقى في بطوله وكده، وبعدين قابلت واحد صاحبي فقال لي ده في فريق بيتعمل جديد في اتحاد نادي اتحاد الشرطه، فرقت تيجي. رحت عملت اختبارات وبدات. كان ده كان بقى كان بعدها تقريبا بسنه او اتنين. حلو. وبدات في اتحاد الشرطه ولسه فيه لحد دلوقتي الحمد لله. كانت اول بطوله ليا، كانت بطوله الجمهوريه، جبت فيها ميداليه فضيه. بعد كان ساعتها ايام الموازين القديمه، يعني كان ساعتها بطل الميزان كابتن اسامه عبد المنعم، فربنا كرمني جبت انا ايه فضه بعديها. بعدها بسنتين دخلت المنتخب في 2000 و... او بثلاث سنين. بعدها جت دوره اتينا 2004، وما شاء الله برضو رفع اثقال كان مكسر الدنيا وجاب حوالي اكتر من 12 او 14 ميداليه. بدات بقى في المرحله ديت، كنت انا لسه بقى ايه صغنون، وعسكرت في المنتخب، انضميت للمنتخب في 2007 في بطوله المحافظات. كان زمان في بطوله المحافظات كانت بتعمل كل سنه، لكن دلوقتي ما بتعملش. بس دي كانت جميله جدا لانها بتبقى على مستوى، مش مستوى الانديه بس، على مستوى المحافظه كلها. فكان فيها عناصر جديده كنت انا واحد منهم، بيتم اكتشافها، بتبقى فرصه حلوه. وما شاء الله اصلا اللي شايل المنتخب دلوقتي دخلوا من المنتخب من البطوله ديت. يعني كابتن شريف عثمان، كابتن هاني محسن، كابتن محمد الديب، كان ناس كتيره جدا ما شاء الله، عشان ما انساش حد، هم اللي دخلوا. كابتن محمد صبحي من الناس اللي انضمت للمنتخب في البطوله ديت. وبعدين سبت المنتخب ما كملتش فيه، قعدت فيه سنه وما كملتش، ورجعت تاني في 2017. ليه وقتها ما كملتش؟ كان حصل حاجه؟ لا، كان ما كملت ساعتها، جالي زي اصابه كده، وبعدين انشغلت بقى في الشغل والحياه خدتني ومش عارف ايه. وانا برضو عايزه نتعرف عليك على المستوى الشخصي، يعني محمود انت بتشتغل متزوج، يعني ازاي بتوفق برضو بين شغلك زي ما انت بتقول بتشتغل ودلوقتي التمرين؟ انت بطل عالم فلازم عدد ساعات معين، لازم معسكرات، يعني في برضو التزامات كبيره عليك. هو للاسف لعبتنا رفع الاثقال يعني لعبه تراكميه، بتاخد وقت طويل جدا في المعسكرات عشان اقدر اوصل لاكبر، لا او لاكبر رقم الافضل مستوى. يعني التمرينه فوق التمرينه فوق التمرينه بتوصلنا في الاخر للهدف المستهدف اللي احنا عايزين نعمله. بالظبط. فازاي بتوازن بين ده وده؟ هو ساعتها اللاعب بره المعسكرات وبره المنتخب بيبقى الموضوع صعب قوي، لبعد المكان اللي انشغله، مثلا بالعمل بالاسره مع التدريب. يعني انا مثلا كنت انا ساكن في حلوان، كنت بقى بصحى الصبح اروح الشغل بتاعي في المعادي
في الشركه بتاعتي، وبطلع بعد الشغل اطلع على الدراسه في نادي اتحاد الشرطه اتمرن، وبعدين اروح البيت كل يوم الساعه 10 بالليل. فضل يعني انا خرجت من المنتخب، بس فضل الحلم ايه موجود لحد ما عملوا تجارب منتخب في 2017. ففضل الله ما كنت من بين الناس اللي اختاروهم، اللي هي بطوله فزاعه، كانت اول بطوله دوليه ليا 2017. والحمد لله كانت ربنا كرم وعملت فيها ميداليه برونزيه وعملت فرق اصلا كويس. ده انجاز لوحده ان انت اول بطوله بتشارك فيها وبتحصل على ميداليه، يعني دي مش حاجه قليله ابدا محمود. طبعا انت متزوج عندك اولاد او حاجه؟ اه متزوج عندي اولاد الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. هتخليهم برضو يعني يمارسوا رياضه ويخشوا المجال ده زيك؟ هو ابني الصغير بس هو اللي ما شاء الله يعني بيحب، بس هو لازم مش حد منهم يبقى طالع لك على الاقل. هو مش ميال لرفع الاثقال، هو ميال للكوره. هايل، حلو. برضو الكوره طبعا مستقبلها كبير جدا. تسمح لي محمود اسالك عن سبب الاصابه لو حابب برضو تقول لنا، يعني كان ايه السبب؟ هو اولا كان في فتره الثمانينات دي كلها كان منتشر مرض شلل الاطفال جدا في الفتره ديت، فانا كنت من دول الناس اللي مصيبه بيه. كان تقريبا عندي 4 أو 5 شهور، ومن بعدها بقى بدات الرحله دي. بس انا بفضل الله والله ربنا سبحانه وتعالى كان يعني موفقني في حاجات كده، كان رزقني بصحبه طيبه حتى في المدرسه، يعني في ظل دلوقتي ما شاء الله الناس كلها بقى عندها ثقافه التعامل مع الاخر. بس زمان ما كانتش موجوده. انا بس بس في المرحله في معايا انا كان ربنا رزقني باصدقائي مثلا في الابتدائي في اعدادي في المرحله بتاعه الثانوي، كانوا معايا، كانوا ما كانش بيحسسوني ان في مشكله عندي، او انا ما انا صح انا ما كنتش حاسس ان عندي مشكله، كنت بلعب معاهم كل حاجه. انا مثلا كنت بلعب كوره واقف جون، انا كنت اول واحد كانوا بيجوني كانوا من ضمن الناس اللي يختاروني اروح راكن العكاز بتاعي على جنب واقف انا جون، عشان كنت خفيف بقى وطير عن كوره والكلام ده. فكنت عايش حياتي بفضل الله بصوره طبيعيه. يعني خدت دعم معنوي جيد من المحيطين حواليك في الفتره بتاعتك في الاوائل؟ هو اول دعم حضرتك بيكون دايما من الاسره، صحيح، من الاب والام والاهل والاخوات، حتى هم ما شاء الله يعني مثلا البطوله ديت كانوا كلهم كانوا موجودين، والبطوله اللي قبليها اللي كانت في افريقيا المفتوحه كانت في نفس التوقيت، بس كانت في 2022 دي الحمد لله جبت فيها 2 ذهب، ذهبيه كاس عالم وذهبيه وافريقيا، لان دي كانت مفتوحه، فاللي بيجي فيها ميداليه بتحسب له الاثنين، ودي برضو كذلك الحمد لله. اكتر حد هتختار واحد، ماشي، هنختار واحد، اكتر حد في اسرتك كان داعم ليك تقدر تقول يرجع الفضل ليه بشكل كبير؟ امي والدتك. هي بتسمعنا دلوقتي ان شاء الله. اكيد فرحانه، ربنا يخليها لك. وانا يعني بالنيابه عنك كمان بقول لها شكرا، لان فعلا الاهل هم الاساس. يعني لما تيجي تدور على شخص ناجح فعلا هتلاقي بنسبه كبيره جدا لازم خارج من اسره داعمه بشكل كبير. الدعم المعنوي اساسي عند اي بني ادم. انا هقول لحضرتك سر ممكن اول مره الناس تسمعه مني، ووالدتي ممكن اول مره تسمعه، انا اكتر حاجه تمنيتها من الله ان طبعا ان انا اسافر دوره اولمبيه واحصل على ميداليه. دي كان حلمي اصلا بدا معايا اكتر، يعني انا عايز اقول لحضرتك المدينه دي بتاعها 15 سنه. كنت اروح واجي واقرب وارجع وابعد واقع واقوم لحد ما ربنا كرمني طبعا بالميداليه دي. فكان اكبر هدف بالنسبه لي ان انا والدتي ربنا يبارك في عمرها تشوف الفرحه، اشوف فرحه في عينيها وانا خارج من المطار وانا جاي من الدوره الاولمبيه ومعلم ميداليه. كنت بتمنى من الله ان انا اشوف اللحظه دي وحققتها انت يا محمود. الحمد لله. ويا رب مزيد من التالق، ويمكن ميداليه من الميداليات طبعا حصلت عليها اللي انا لابسها، انا دايما بحب البسه من ابطالنا. لا يا عليا برضه. ما شاء الله. تحس بطله رياضيه كبيره. طبعا. كلمني عن الميداليه دي، انت واضح انت جايب 3 ميداليات، بس واضح دول العزاز عندك او ليهم قصص. خلينا نبدا باللي انا لابساها دي، كانت فين، وبعد كده اشرح لنا الباقيين. هي احنا بعد ما جينا من بطوله العالم في دبي كانت شهر كانت في شهر 8 2023. دي كاس العالم تقريبا، بطوله كاس العالم. دي كاس عالم. كاس العالم بتعمل كل سنه. دي اخر حاجه كانت 23. كاس العالم بتعمل كل سنه. بطوله العالم كل سنتين. كانت زمان كنت تقدر كل 4 سنين، وبعدين الاتحاد الدولي الاي بي سي خلاها كل سنتين. فاحنا دوبك جينا ما ريحناش، دوبك يعني كانت منافسه شرسه. انا كان معايا في بطوله العالم حوالي 38 لاعب من اقوى لعيبه في العالم، منهم الجروب بتاعي كنا 4 جروب، يعني الماتش بتاعي كان اطول ماتش تقريبا في البطوله كلها، لان الموازين انا بلعب تحت 72، فالميزان ده في النص، فتلاقي ده معظم لعيبه العالم بيلعبوا فيه، بين يعتبر فوق الخفيف وتحت التقيل. فلعبت كان معايا 38 لاعب، كنا 4 جروب، كان الجروب بتاعي كان فيه 12 لاعب من اقوى لعيبه في العالم.
فالحمد لله كنت بقى انافس على الميداليه البرونزيه والفضيه، وفي الاخر جبت الحمد لله مركز رابع، ودي كانت اهم محطه من محطات تاهيل طوكيو باريس 2024. طوكيو لسه معلقه معايا لحد دلوقتي. اي طبعا يعني، بس باريس ان شاء الله بقى باذن الله. تكون، كلمني عن باريس وطموحك واستعداداتك، يعني مهم جدا نسمع منك كمان. باريس احنا بدانا تقريبا من بعد طوكيو على طول، ما ريحناش. وده الصح. جينا بعدها فتره بعد لعبنا كاس العالم وافريقيا المفتوحه في 2022 يا دوبك ما كملناش، من ساعتها ريحنا شويه كده وبعدين رجعنا تاني عسكرنا. فالحمد لله بنستعد لها دلوقتي لانها محتاجه مجهود قوي جدا، لان زي ما احنا بنتطور فالدول الثانيه بتتطور جامد جدا، خصوصا دول المنافسه لينا. يعني احنا عندنا من اكبر منافسين لينا في مصر، مصر بفضل الله في رفع الاثقال من افضل 4 دول على مستوى العالم. في عندنا الصين، ايران، مصر، نيجيريا. الصين دي مش عتقه رياضه بصراحه، يعني مش معقول حقيقي. لا حضرتك هتلاقي دوما في المراكز الاولى ان شاء الله مش هيطلع حد من ال4 دول، ممكن يكون الكيرف بتاع نيجيريا دي نزل شويه. احنا يعني فاحنا ان شاء الله باذن الله عم بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه واللجنه البارالمبيه في خطه معموله ان شاء الله ربنا يوفقنا ونحققها كل واحد فينا، بحيث ان هو يوصل لافضل رقم ليه. انا كان رقمي بفضل الله كان 100 في بطوله العالم، كان رقمي اخر بطوله كان 101، كان 190. الحمد لله عملت بطوله العالم 197، فان شاء الله بطمح ان انا احسن اكتر من كده عشان افضل ابقى من دون افضل 8 ارقام في الرانك الدولي. انا عايز اسالك سؤال مقسوم لحاجتين. سؤالي اولا، الشق الاول فيه، ازاي انتوا كلعيبه مصريه بتبقى الامكانيات المتاحه ليكم شويه محدوده مقارنه بالمنافسين اللي انتوا بتنافسوهم؟ ولكن ده يعني خلينا اقول الحمد لله يرجع طبعا فضل ربنا في الاول وفي الاخر، لكن انتوا بتنافسوا بقوه والامكانيات توتالي مختلفه تماما، في جاب كبير قوي، في فوارق كبيره جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين برضو متصل بيه، ازاي قدرت انت من فكره شخص عنده كبوه، عنده اصابه، قضاء معين ربنا كاتبه، البعض قد يرى ان كده نهايه العالم، انا فرصتي في الحياه توقفت عند كده وارضى بنصيبي واقعد بقى، والبعض الاخر زيك يا محمود بيبقى عنده روح التحدي والتنافس وبيقول دايما ربنا لما بيبتلينا بحاجه ومش عايزنا نقعد ونحبط، هو عايزنا نبدا ونتحدى ويمكن كاتب لنا حاجه مختلفه، بس لو امنا بنفسنا ورضينا بالقدر. خليني افهم ده عديته ازاي، وبرضه ايه السؤال الخاص بيه، الامكانيات المتاحه القليله لكن انتوا بتحققوا انجازات، انا عايز اسمع على المستوى الشخصي يعني. بص حضرتك، لعبه رفع الاثقال محتاجه طبعا نظام تاني مختلف، حضرتك معسكرات مستمره وتغذيه وناس متخصصه، بس الحمد لله بفضل الله الفتره من بعد البطوله اللي فاتت اللي هي 2022 كاس العالم، بعدها فترة بفضل الله بدأنا في دلوقتي رجنا ما شاء الله ظبطت الدنيا معانا، معانا جهاز طبي، معانا إعداد نفسي، معانا جهاز رياضي ما شاء الله تدريبي منزل المستوى الفني على أفضل مستوى. زي ما قلت لحضرتك في أول الكلام إن إحنا في خطة إحنا عاملينها، هو لعبتنا لعبة رقمية، فأنا لو أنا سافرت أنا مثلا بعمل 100 كيلو أو 200 كيلو، لو أنا سافرت قعدت أبص على المنافس ده بيعمل إيه، ده بيعمل 210، ده بيعمل، أنا مش هعمل حاجة. أنا كمحمود أو كل زمايلي فأنا منتج مصري بنافس أي منتج تاني كلاعب، مش أنا بسمي اللاعب ده كمنتج، كمنتج مثلا صيني أو كمنتج مثلا إيراني لأن إيران برضه من الدول القوية، كمنتج مثلا نيجيريا، أي دولة من الدول اللي فيها منافسات قوية، فأنا بنافس بإمكانياتي. فأنا لو أنا سافرت في أي بطولة عملت الرقم المطلوب مني وفي الآخر جاب لي ترتيب أول، ترتيب تاني، ترتيب تالت، أو حتى بره الميداليات الكابتن بتاعي يسقف لي ويقول لي برافو عليك انت عملت اللي عليك. فالواحد بيحاول يسعى بكل الطرق ان هو يستعد في حدود امكانياته يوصل اللي هو عايزه. حته الشق الثاني من السؤال اللي هو العزيمه وكده، اولا ربنا سبحانه وتعالى لما يعني بيبتلي انسان بشيء وهو راضي بالشيء دوت، اول حاجه الرضا، انت رضيت كويس. الحمد لله دي نعمه من فضل من ربنا، لان في ناس ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليها ومديها كل النعم وهي مش راضيه، وبالتالي مش هتحس باي صحيح. نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى، ولا هتحس بقيمه اللي هي تملكه. فاذا كان محمود او اي شيء او اي انسان تاني او اي مستوى الرياضي او المستوى الانساني بعيد عن الرياضه، انت ربنا سبحانه وتعالى اداك شيء فانت رضيت، خلاص دي اول مرحله. ثم بعد كده انت عايز تعمل ايه، عايز توصل ليه؟ لو انت امنت بشيء هتوصل له صح. باذن الله تعالى. انا مؤمنه بده، انا بكل ظل الامكانيات اللي كانت قدامي كنت بعيد جدا جدا جدا،
عن اي شيء في، يعني كنت بقول ايه، انا عايز اخش المنتخب، دي كانت اول حاجه بالنسبه لي. طب دخلت المنتخب، طب انا عايز اعمل رقم كذا، ربنا كرم عملت رقم كذا، طب انا نفسي اجيب ميداليه كذا، الميداليه الفلانيه، ربنا كرم واكتب الميداليه. هحكي لحضرتك موقف، كنا في قبل البطوله وقبل الكورونا تقريبا، قبل الكورونا كان مسكنا ساعتها الكابتن محمد عزت والكابتن شعبان دسوقي، فكابتن شعبان كان مصور الميداليات فضه وذهب وبرونز، ميداليه طوكيو، فقال كل واحد يتمنى امنيه ويمضي اسمه على الميداليه اللي نفسه الله يجيبها. حلو ده. فقلت له ماشي، فهو كان قلب الورقه، فانا كان من جواه كان نفسي اجيب ميداليه فضيه، لان الذهب كان ساعتها كنت حاسس انه بعيد عني، مع ان ما فيش حاجه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى، بس بتبقى عارف امكانياتك. فانا مضيت، فانا مضيت على البرونز وكان من جواه اجيب فضه، فربنا سبحانه رزقني بالفضه. حلو. فالانسان يؤمن اولا ان هو يقدر يحقق دوت، ما دام هو شيء الحمد لله مشروع ومباح فتقدر تحلم بدوت، اهم حاجه انك ترضى بس. والله انت قصة نجاح يعني بجد يا محمود، انا مش بجاملك، ربنا يعزك. وملهمة جدا، واتمنى ليك من قلبي كل التوفيق، وحالي حال كل المصريين، لان انتوا خلي بالك لما بتروحوا تمثلونا في اي بطولة احنا بنحس ان حد من بيتنا، من اهلنا، اخواتنا، ابننا، والدنا، هو الموجود، يعني شخص قريب لينا، مش بس مصري وخلاص. فبنتمنى ليكوا فعلا كل التوفيق، تحديدا كمان في باريس باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وحضرتك والله زي ما انت حضرتك، عشان برضو محمود يوصل لدوت، في ناس دعم لي زي الاسره، انا الدعم برضو ليا برضو زي الراعي بتاع البنك الاهلي المصري، احنا كده بقينا كلنا رعاه ليه. يعني ماشي، الاجانب ما إيه. نشكره طبعا بس. برضو اللجنه البرلمانيه المصريه ما شاء الله، زي ما انت حضرتك عامله ما شاء الله شغل حلو في حته اللي هي ايه، موفرين دلوقتي امكانيات، ولوزارة الشباب، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونكون عند حسن ظنهم، امين يا رب، وعند حسن ظن المصريين. والله حضرتك كل واحد فينا زي ما قلت لحضرتك بيبقى جاي عايز يشوف الفرحه في عين اقرب الناس ليه، الاجانب المصريين. يعني انا مثلا وانا خارج من المطار في ناس انا سلمت عليها وصورت معاها، وده يحضن وده يبوس، وانا بقول لك بيشعروا ان وناس انت انا واحد نفسي منهم. كانه هم اللي جابوا الميداليه، وفي ناس انا والله كنت يعني بشوف ما اعرفهاش ولا تعرفني واول مره اشوفها وانا خارج من المطار وبشوف الفرحه في عينيهم، فديت طبعا. الواحد بيستشعر اللقطه ديت، ويتمنى من الله ان هي تتكرر تاني ان شاء الله في باريس باذن الله. باذن الله يا محمود، ونستضيفك ان شاء الله وانت حاصل على ميداليه في باريس باذن الله 2024. شكرك جدا على وجودك معانا ان شاء الله محمود. باذن الله، وان شاء الله ربنا يقدرنا وبالنيابه عني وعن منتخب مصر في الاثقال ان شاء الله باذن الله، يعني نوعدكم ان احنا نعمل افضل نتائج كمان من طوكيو، وان شاء الله باذن الله تشوفوا علم مصر والذهب زي ما بيقولوا كده ايه، في دايما في كل الموازين وفي كل البطولات ان شاء الله. يا رب يحصل. شكرا يا محمود جدا جدا، وهنروح مع حضراتكم دلوقتي فاصل، نرجع الفقره الاخيره. كابتن صديق الجمال خليكم معانا.